الرحمن الرحيم عمل عظيم جدا لو انت عملته، ويقدر يعمله الناس اللي هم بيصوموا الاثنين والخميس، ممكن حتى تعمله ولا مرة في الشهر. تعود صحيفتك بيضاء كيومي ولدتك امك، كانك ولدت الان. تغفر لك الذنوب الصغائر والكبائر، الا بقى حقوق الذنوب اللي فيها حقوق الناس. روى الامام الطبراني في المعجم الكبير، والامام البيهقي في الشعب، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر: من صام الأربعاء والخميس والجمعة وتصدق في يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب، غفر له كل ذنب عمل حتى يصير كيوم ولدته أمه. وفي رواية تانية: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني ترجع صحيفتك بيضة كأنك لسه مولود دلوقتي الآن، وتغفر الذنوب كلها كبائر وصغائر. يعني اللي بيصوم الاثنين والخميس، تعال على نفسك حتى ولو اسبوع في الشهر، وصوم الاربع وصوم الجمعه. الجمعه منهي عنه لما يكون لوحده، لكن لما يكون معاه ايام تانية بعده او قبله خلاص، يبقى صيام وسنه وفضل عظيم. انا اتكلمت قبل كده ف فضل عظيم، فضل عظيم جدا. وتصدق يوم الجمعه، انا قلت لكم ان يوم الجمعه الصدقه ثوابها بيتضاعف اكثر من 1000 ضعف. الحديث اللي هو الامام الدايلمي، حديث انس بن مالك، الامام البيهقي وغيرهم: ليس من اعياد امتي عيد افضل من يوم الجمعه، وتسبيحه في يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وتسبيحه في وركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه. زي ما قلت لكم اكثروا من العمل الصالح والصدقات والصلاه، قلت لكم صلوا التسابيح يوم الجمعه، لان الثواب بيتضاعف اكثر من 1000 ضعف. فدي منقبه ثانيه. اللي بيصوم الاربعاء والخميس والجمعه ويتصدق يوم الجمعه بما قل منه او كثر، ترجع صحيفته بيضاء تاني كانه مولود، وتغفر ذنوبه الكبائر والصغائر. فطبعا ده عمل عظيم جدا. يا ريت ان احنا نحيي هذه السنه العظيمه. وفي حديث تاني ان ربنا بينك قصر عظيم من ياقوت ومرجان وزمرد، قصر عظيم جدا من لؤلؤ ومرجان وزمرد. هحط لكم الحديث ان شاء الله لو انت صمت 3 ايام دول. اقول قولي هذا، استغفر الله.